من صحراء مترامية الأطراف إلى درة الشرق الأوسط، لا تشكل الإمارات نموذجا ملهما على الصعيد العمراني والاستغلال الأمثل للثروة فقط، بل هي نموذج للنجاح في الاستثمار بالإنسان الذي رفع راية الدولة إلى أبعد نقطة يصل إليها العرب في تاريخهم، كوكب المريخ. مبروكين يا شباب، مبروكين أنتوا علينا، مبروكين أنتوا على شعب الإمارات، مبروكين على أمتنا العربية. قبل هذه الرحلة إلى الفضاء كانت هناك رحلة في قلب الصحراء تتلمس الطريق لاستكشاف النفط. في عام 1950 حفر أول بئر استكشافي في رأس صدر، أعقبه بئر ثان عام 1958، مما أدى إلى أول اكتشاف للنفط في الإمارات. وفي عام 1960 تم الإعلان عن أول اكتشاف تجاري لخام مربان، وهو ما يعرف الآن بحقل باب للنفط. وفي عام 1963 غادر أول برميل للنفط محطة جبل الظنة لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ دولة الإمارات كمصدر رئيسي للطاقة. غير أن قيادة الدولة كانت مدركة على الدوام أن النفط مادة قابلة للنضوب، وأنه لابد من استثمار عوائدها في بناء الدولة والإنسان. أول ما بدينا بالبنى الإنسان، بنى الإنسان وبنى حاجاته اللي يحتاجها. انتاجت قيادة الدولة استراتيجية تنويع الاقتصاد للاستعداد لعصر ما بعد النفط، حتى وصل اعتمادها على النفط إلى نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كان يساهم في الناتج الإجمالي للدولة بنحو 70% عام 1971. أما الطفرة الاقتصادية فجاءت نتيجة الرؤية الثاقبة للقيادة التي استثمرت عوائد النفط طوال عقود في صناديق سيادية مملوكة للدولة تمثل صمام أمان لحقبة ما بعد النفط. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجيا في حجم الأصول السيادية التي وصلت إلى نحو 1.19 تريليون دولار، تعادل 14.6% من إجمالي الأصول السيادية العالمية. ومن أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 697 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار الحكومية بأصول 233.8 مليار دولار، وصندوق مبادلة للاستثمار بأصول 229 مليار دولار. بعد 50 سنة وبنحمل آخر برميل نفط، هل بنحزن؟ إذا كان الاستثمار اليوم صحيح أنا بنحتفل في هذه اللحظة. مع نمو الاقتصاد نمت أيضا قوة الإمارات العسكرية، فقد شهدت القوات المسلحة الإماراتية منذ نشأتها تطورا هائلا من جهة الكم والكيف، حيث زاد عددها من 4000 في سبعينيات القرن الماضي إلى نحو 65000 في عام 2021، مدربين وفق أحدث مناهج التدريب بالكليات والمدارس العسكرية بالتوازي مع العمل على تطوير القادة في مجالات الفكر العسكري والتخطيط الاستراتيجي وتسليح الجيش بأحدث منظومات الأسلحة. يطلب أن يكون فيه جند قوي. عملت الإمارات أيضا على تأسيس بنية تحتية للصناعات العسكرية عبر عقد شراكات مع شركات دولية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية والعسكرية ولتوطين الصناعات الدفاعية. ولتحقيق ذلك أسست الإمارات صناديق تستثمر في الصناعات العسكرية، أبرزها مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي الذي تأسس في عام 1992، ويدخل في شراكات صناعية واستثمارات استراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع التصنيع الدفاعي وتكنولوجيا التصنيع. وفي 2019 أطلقت الإمارات مجموعة التكنولوجيا المتقدمة إيج لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة الدولة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة، خاصة المتعلقة بالصناعات الدفاعية، حيث جمعت إيج بين أكثر من 25 مؤسسة متخصصة في الصناعات العسكرية. وقد جاءت الإمارات خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في المركز 18 ضمن قائمة مصدري الأسلحة عالميا، ثم تم تصنيف شركة إيج الإماراتية في قائمة أفضل 25 شركة للمرة الأولى عام 2020، أبلغت قيمة مبيعاتها 4.750 مليار دولار، الأمر الذي أكد على تميز قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية لدولة الإمارات. وهكذا امتلكت الإمارات أوراق القوة الاقتصادية والعسكرية لتصبح نموذجا ملهما لدولة
دولة تنطلق إلى المستقبل بسرعة الضوء، ذات السرعة التي انطلق بها مسبار الأمل إلى المريخ، حاملا علم الدولة إلى أبعد نقطة وصل لها العرب عبر تاريخهم. الدول مو بالحجم، الدول مو بلأنها 10 مليون ولا 100 مليون ولا 1000، الدول بالإرادة يا عيالي، ولا تستهينون بإرادة الرجال.